فعندما تصلي إلى ميكائيل أو إلى الله فهذا نفس الشيء، هذا هو الاتحاد. أنت الله، أنت ميكائيل، أنت القوة الغير المحدودة. صلاتك إلى ميكائيل أو إلى الله ليس هناك أي فرق. فعندما تصلي إلى ميكائيل صلاتك بعد ذلك تصل إلى الله، وعندما تصلي إلى الله صلاتك أيضا تصل إلى ميكائيل. لاحظ هذا الشكل جيدا أمامك. ففي هذا الشكل لو تصلي إلى الله فالصلاة أوتوماتيكيا تذهب إلى ميكائيل وجبرائيل في نفس الوقت. وأيضا وإذا تصلي إلى ميكائيل فالصلاة في نفس الوقت نراها تذهب إلى جبرائيل وإلى الله أيضا. وإذا تصلي إلى جبرائيل فالصلاة في نفس الوقت نراها تذهب إلى الله وميكائيل في نفس الوقت أيضا. بمعنى ماذا نقصد من هذا التوضيح؟ بمعنى صلاتك صلاة أحادية، نقول كل السماء تستلمها. هكذا عندما تصلي أنت تتحد بالعقل الإلهي فتعيش وأنت الله، أو بصيغة أخرى تعيش متحدا بالعقل الإلهي، تحقق الفوق مستحيل لأن عقل الله ليس فيه مستحيل. وأنت أساسا أخي وأختي، أنت أساسا طبيعتك الغير مستحيل لأنها حقيقتك. فتقول، تشاهد هذا الفيديو، تقول تردد معي الآن، تقول حقيقتي أنا النجاح الغير محدود، حقيقتي أنا الصحة الغير محدودة. تقول هذا معي الآن، أنا الصحة الغير المحدودة، حقيقتي أنا الإبداع الغير محدود، وأنا العبقرية الغير محدودة.